كنا نتابع افتتاح فرع جديد للبرجن، لقينا حالنا عم نحتفل بتوقيع البومك مره ثانيه بين جمهور اللي اسم الله تكوم حواليك. الحمد لله رب العالمين. اكيد فرحان برشا، يعني طلبوا منا كون نوقع مره اخرى على البوم، هذه حاجه يعني فرحت بها برشا، والحمد لله فرحان كوني موجود لهنا بالفيرجن. اكيد فرحان، مش بس فرحان، طاير انه بس شوفك محبيت من كل الاعمار، شايفين اطفال وكبار ونساء ورجال حواليك، قد هيك عندك دعم وقوه يا احمد. والله الحمد لله رب العالمين، يعني ما نجيبش نقول اكثر منه الحمد لله رب العالمين. احمد، ايام تفصلنا عن اكيد نهايه العام، خبرنا وين حتستقبل العام الجديد 2006 ان شاء الله؟ راس السنه ان شاء الله حتكون عندنا ثلاث سهرات ان شاء الله، واحده بريجنسي، واحده بالمندلون، وواحده ثالثه بعدين بنخبر عنها.